هلا بالنسبة للسكشن 8.4 هذا التكامل يا جماعة تكاملات باي بارشال فراكشن، يعني تكامل باستخدام الكسور الجزئية. فهلا هون بهذا التكامل لحظة شوي. إذا سكشن 8.4 زي ما حكينا هو عبارة عن البارشال فراكشن. بالبارشال فراكشن في عندنا بعض الأسئلة اللي محلولة بالديسكشن، وفي عندنا كمان الأسئلة المحلولة باللكتشر. فاليوم بدي نعطي أسئلة يعني على أفكار مختلفة، وبالتالي بدي أحل السؤال اللي هو عبارة عن سؤال 18. بنحل مع بعض سؤال 18 وسؤال 42، أوكي، وسؤال 12 كذلك. فبدي أبلش مثلا بسؤال 12 هلا، نشوف مع بعض كيف نطلع التكامل التالي. مثلا 2x زائد 1 على x تربيع مثلا ناقص 7x مثلا زائد 12. اوكي، لاحظوا انه هذا التكامل مثلا لو مثلا بدي افرض المقام u اعمل بالتعويض بيطلعش معي بالضبط البسط، يعني ممكن اشتغل عليه بالتعويض بس بده شغل شوي. فهون ممكن نشتغل على فكره البارشل فراكشن. البارشل فراكشن بيجي بحلل المقام، لما احلل المقام بيطلع مثلا يعني فرق بين مربعين زي هاي الصوره مثلا، هي عباره عن ايش؟ هي عندي هون 2x زائد 1، لو جينا نحلل المقام بيطلع معنا بهي الصورة. عندك هون x، هون x، عددين حاصل ضربهم 12 ومجموعهم سالب 7 اللي هم ايش؟ 6 في 2 سالب 3 وسالب 4 مثلا، مظبوط هيك؟ صح، 3 و4 ضربهم 12 ومجموعهم سالب 7، احسنتم. اذا بهي الصورة هلا الفكرة من البارشل فراكشن، يعني درس اليوم هو عبارة عن البارشل فراكشن. يعني بدل ما اجي اعمل تكامل لهي الكمية المعقدة اللي هون، هاي بدي اعتبرها كمية معقدة، بدل ما اعمل تكامل لها بدي اعملها ايش؟ بدي ابسطها، اجي احكي بدي استخدم فكرة partial fraction، كسرين جزئيات. فبدي اجي انا هون احط هاي عبارة عن حاصل جمع ايش؟ كسرين بهاي الصورة. فانا فقط بدي استبدل هاي الكمية بايجي بحط هون x ناقص 4 الفاكتور الاول، هون x ناقص 3. طبعا هذول التو فاكتورز على درجة لهم واحد، بولينوميال درجة واحد، ففي البسط تبعهم بيجي بولينوميال اقل درجه، وبالتالي هاي درجه واحد، هون درجه واحد، وبيجي بولينوميال درجه زيرو اللي هي عباره عن كونستنت اي وبي. هلا السؤال بصفي كيف اطلع اي وبي؟ فانا شو بيجي بعمل؟ بستخدم فكره ايش؟ اللي هي الكفر ميثود، لانه الفاكتورز اللي عندي هون، هذا الفاكتور اللي هون وهذا الفاكتور مش زي بعض، مختلفات، وبالتالي بزبط استخدم ايش؟ الكفر ميثود. هاي الكفر ميثود بستخدمها لما يكونوا ايش؟ لينير. لينير يعني اعلى درجه هون تكون القوه لها واحد زي ما انتم شايفين. فبيجي بحكي كيف اطلع ايه؟ بيجي بحكي شو اللي بسفر مقام ايه؟ اللي بسفر مقام ايه الاربعه. فبروح بعمل كفر هون وبعوض اربعه في هاي الكميه، فبطلع معي 2 ف4 زائد 1 على 4 ناقص 3، بتطلع معي ايه بسرعه؟ اللي فوق 9 اللي تحت 1، بتطلع معي ايه 9. هلا كيف اطلع بي؟ بيجي بحكي شو اللي بسفر مقام بي اللي هو الثلاث. ثلاث. فبيجي بعمل هنا كفر لهذا الفاكتور وبعوض ثلاث في الكمية اللي ضلت. فبصير عندي 2 في 3 زائد 1 على 3 ناقص 4. فبطلع الجواب فوق بطلع 7، تحت بطلع سالب 1، فبطلع الجواب سالب 7. إذا أنا عندي الكمية المعقدة هاي اللي هون، بدل استبدلها بهاي الكمية، A صارت معروفة، B صارت معروفة، يعني بدل أجي هلا أحط محل A هون، هذا الرقم A أصبح معروف 9، هذا الرقم اللي هون أصبح معروف سالب 7. عشان تتأكدوا بإمكانك توحد مقامات هون، توحد، إذا بتوحد مقامات هون بتطلع لفوق نفس الكمية. إذا الفكرة إنه صار أنا عندي هلا تكامل سهل، تكامل هاي محل A بدنا نحط إيش؟ 9 على x ناقص 4 لحاله بنعطيه تكامل، بعدين ايش بنعطي كمان تكامل لسالب 7 على x ناقص 3 dx. وهذول التكاملات اصبحوا سهلات لانه هي علينا على السريع. فهي 9 علينا قيمه مطلقه ل x ناقص 4، سالب 7 علينا قيمه مطلقه ل x ناقص 3 زائد c. طبعا ممكن لين ناقص لين، ممكن يعني هي 9 نجيبها هون حسب قواعد اللين، تصير 9 هون باور، ممكن هاي السبعة نفس الحاجة نجيبها هون إذا بتحب نشتغل. يعني لحد هون أنا بعتبره كافي، بس إذا بدكم بإمكانك تعمل هاي لين إلى x ناقص 4 فوق 9 مثلا ناقص لين x ناقص 3 فوق 7، فهي زائد c، فهي بتصفي في النهائي
لين واحدة لقيمة مطلقة للباص، كويس، تسعة على إكس ناقص ثلاثة قوة سبعة زائد سي حسب قواعد اللوغاريتمات. فهذا كل ما يتعلق بسؤال إيش؟ سؤال رقم 12. نشوف مع بعض مثلا سؤال 18. لو جينا على سؤال 18، طبعا سؤال 18 فيه فكرة أخرى مختلفة. فنحن نعمل تكامل محدود من صفر، من ناقص واحد لصفر، وعندنا هون إكس تكعيب و إكس تربيع ناقص 2 إكس زائد واحد في المقام. لاحظوا إنه هون تكامل مثلا بالتعويض بيزبطش، يعني نفس عندي اقتران مشتق جنبه، أيضا trigonometric substitution ما بزبط، ما في عندنا جذور. إذا هذا على سؤال 12 نتأكد. منحل المقام. نو لأنه هون درجة الباص أعلى. لما بتكون درجة الباص، طلعوا، لما بتكون درجة الباص أكبر أو نعمل تساوي، قسم طويل. أيوه، من درجة المقام، معناته بلزم نعمل إيش؟ بلزم نعمل قسمة طويلة نسميها long division. اوكي، فبدنا نعمل قسمة طويلة. بجيب هاي الاكس تكعيب، بدنا نقسمها على مين؟ على اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1. اوكي، ركزوا معي. اكس تكعيب تقسيم اكس تربيع اكس، بعدين إكس بضرب هلا الاكس فيهم كلياتهم، بصير عندي اكس تكعيب ناقص 2 اكس تربيع زائد اكس. شو بعمل بعدين؟ نعكس الاشارات. بدل الإشارات. هذا بروح بصفي عندي هون 2 اكس تربيع ناقص اكس، لسه تقبل القسمه، طلعوا هاي لساتها بتقبل القسمه على اكس تربيع، فبطلع الجواب قديش؟ بطلع معي الجواب اللي هو زائد 2. واحد كمان. هلا بنعمل نضرب، اثنين. فبصير عندنا 2 اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 2. بعدين شو بنعكس الاشارات، هذا بصير ثالث، بصير موجب، بصير ثالث، دول بروحوا مع بعض. صفي عندك هون سالب اكس وموجب 4 يعني 3 اكس ناقص 2. خلص بنوقف هلا، معناته صفي عندي التكامل بهي الصورة، هي ناقص 1 لصفر، لما قسمناهم طلع معنا الجواب اكس زائد 2 و زائد اللي هو ناتج القسمة 3 اكس ناقص 2 على المقسوم عليه اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1. طبعا بإمكاننا شو نعمل نحن؟ بإمكاننا نوحد المقامات عشان نتأكد. إذا بتوحد المقامات هون بيطلع معك، إذا بتوحد المقامات بيطلع معك نفس الكمية اللي فوق. هلا الفكرة هون إنه الجزء الأول من التكامل سهل، يعني بيجي بعمل، بيجي بحكي أنا هون هاي عبارة عن تكامل واحد للصفر لمين؟ لإكس زائد 2 لحالهم، هاي تكاملها سهل. بعدين إيش بنعمل تكامل هلا من ناقص واحد للصفر لثلاثة إكس ناقص 2 على المقام. هلا ركزوا لي في المقام. المقام هاي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كمان هاي مربع كامل اكس ناقص واحد الكل تربيع. طبعا تقدر تفكها عشان تتأكد. إذا بتفكها الأول تربيع هي موجود، اثنين الأول في الثاني موجود، والثاني تربيع موجود نفسها. إذا بهاي الصورة بيجي بعمل كالتالي، بالنسبة لهي الجزء اللي هون، هاي عبارة عن اكس تربيع 2 زائد 2 اكس، هذا الكلام من سالب واحد لصفر. هلا التكامل اللي عندي هون بقدر استخدم فكره البارشل اتراكشن بهي الصوره، لما يكون عندنا الفاكتور في المقام مكرر، يعني لانه في هون اثنين عشان هيك مكرر مرتين، فبيجي بعمل كالتالي، هي تكامل من ناقص واحد لزيرو. هلا اول مره بحط الفاكتور زي ما هو، المره الثانيه بحط نفس الفاكتور بس ايش؟ تربيع. القاعده شو بتحكي لنا؟ القاعده بتحكي لنا لما يكون في عندنا فاكتور مكرر بهي الصوره، بيجي بحكي هاي بولينومي من الدرجة الأولى بحط فوق أقل درجة، ونفس الحاجة بحط بي. بيجي الواحد يحكي ما هاي إكس تربيع، لا مش هاي القاعدة، لما يكون مكرر بحط هون إي وهون هون بي. طبعا بإمكاننا نوحد المقامات تطلع معنا نفس النتيجة إذا بنوحد المقامات. فهذا المثال عشان نفهم مع بعض، لما بيكون في عندنا في المقام فاكتور لينير فاكتور، هي إذا كان لينير فاكتور، لينير يعني قوته واحد، يعني باختصار طلع كيف؟ لو بكى مثلا في المقام مثلا هون اي حاجه، بس هون بكى اكس تربيع ناقص واحد الكل تربيع. طيب شو بدنا نعمل هون؟ بدي اجي اعمل تكامل، هاي اكس تربيع ناقص واحد، بعدين مش هاي اكس تربيع ناقص واحد الكل تربيع. هلا بيجي بحكي هون بولينومي من الدرجه الثانيه بحط فوق بولينومي من الدرجه الاولى، وعشان هون في تكرار
عشان في تكرار بحط من نفس الدرجة هلا زائد سي اكس زائد دي، لأنه في عندي تكرار. بس لو ما فيش تكرار بيختلف الوضع، فهي عشان تكونوا فاهمين الصورة كيف تشتغل. أوكي، إذا هلا صف علي كيف أطلع A و B. فعشان أطلع A و B صف عندي كالتالي، أنا في عندي هون اللي هو 3x ناقص 2 على x ناقص 1 الكل تربيع، صفوة أنا بدي إياه A على x ناقص 1 زائد B على x ناقص 1 الكل تربيع. فشو بدي أعمل؟ لاحظوا إنه المقامات عندي هون مش موحدة، فبدي أضرب هون في كمان فاكتور وأضرب هون في كمان فاكتور. فشو بصفي لي على اليمين؟ صفي على اليمين إنه عندي هون صار x ناقص 1 الكل تربيع في المقام، صفي عندي هون a في x ناقص 1 زائد b، مقامات موحدة وجاهزة. معناته بما إنه المقام اللي على الشمال يساوي المقام اللي على اليمين، معناته لازم البسط اللي على الشمال يساوي البسط اللي على اليمين. فبيجي بستنتج هلا ايش؟ بستنتج انه لازم 3x ناقص 2 تساوي a في x ناقص 1 زائد b. بعدين شو بيجي بعمل؟ بوزع هاي، هي عباره عن ax ناقص a زائد b. معناته بستنتج كالتالي، معامل x على الشمال لازم يساوي مجموع معامل x على اليمين، فعلى السريع بتطلع a 3. مقارنة معاملات، ولازم الرقم الثابت على الشمال اللي هو سالب 2 لازم يساوي جميع الأرقام الثابتة على اليمين اللي هي ناقص A زائد B. بس أنا بعرف A 3، فلما أجي أعوض هون هاي بتطلع عندك ناقص 3 زائد B، بتطلع معنا B تساوي 1. تمام، لما نودي سالب 3 على الطرف الثاني. فهلا برجع بحط في محل إيش؟ بحط محل A 3 هلا هون، محل A هون 3، ومحل B بحط 1. وفيني أتأكد إذا بوحد المقامات راح لازم يطلع لنفس إيش؟ النتيجة اللي فوق. إذا بما إني عرفت A وعرفت B بكمل هلا في التكامل. أوكي، شو صفى عندي التكامل؟ أنا في عندي هذا التكامل اللي هون، طبعا هذا الجزئية اللي هون هاي الجزئية اللي هون خلينا فيها، هاي عبارة عن أول الصفر، صفر زائد صفر، بعدين إيش عوض إيش؟ سالب 1، عندك نص ناقص 2، فهي 0 ناقص، عندي هون نص ناقص 2 سالب 1 ونص، فبطلع الجواب 3 على 2. إذا هاي الكمية اللي هون كلياتها 3 على 2، فبيجي بحط هون 3 على 2، إذا الجواب تبعي هون 3 على 2 زائد تكامل من ناقص 1 لصفر، محل A بنحط القيمة تبعتها اللي هي كانت محل A، قديش كنا طلعنا قيمة A 3. فبحط محل A 3 على x ناقص 1، وهي بتاخذ تكامل لحالها، زائد تكامل من ناقص 1 لصفر، x ناقص 1 الكل تربيع، محل B 1 dx. جاهز. كويس؟ هلا صفى سؤال كالكولس بسيط، هاي عندك هون 3 على 2، هاي التكامل تبعها لين قيمة مطلقة للمقام عند سالب 1 والصفر مضروبة في الرقم 3. هاي يا بعملها تكامل بالتعويض، لاحظوا. هي بعمل باخذ يو تساوي اكس ناقص 1، يعني دي يو تساوي دي اكس، فبصير عندي هون تكامل اللي هو دي يو على يو تربيع. هلا لما اكس بتساوي سالب 1 بتصير عندك يو تساوي سالب 2، ولما اكس تساوي 0 تطلع معك يو تساوي سالب 1، فبصفي عندك هون يو من سالب 2 لسالب 1. هلا بنعوض 3 على 2 زائد هاي 3 لين، عوض الصفر بتصير لين 0 ناقص 1 ناقص هاي لين، عوض السالب 1، سالب 1 وسالب 1 اللي هي سالب 2، وهاي التكامل تبعها من سالب 2 لسالب 1 يو كو سالب 2 دي يو، فبطلع معنا 3 على 2 زائد 3 مضروبة في لين 1 ناقص لين اللي هي 2، لأن السالب بروح مع القيمة المطلقة، وهي بتصير عندك تكامل يو كو ناقص 1 على سالب 1 عند السالب 2 وسالب 1. فبطلع الجواب هي 3 على 2 زائد هي 0، بطلع الجواب ناقص 3 لين 2، وهون بطلع معنا ايش؟ اللي هي ناقص 1 على يو، كويس؟ 1 على يو عند سالب 2 سالب 1، يعني هاي 3 على 2 ناقص 3 لين 2 ناقص
عوض السالب واحد بيطلع سالب واحد، عوض سالب نص بصير بهي الصورة سالب اثنين. فهاي قيمتها، هاي قيمتها سالب نص معها سالب بصير موجب نص، بستنى فيها 3 على 2 فبطلع الجواب 2 ناقص 3 اللي هنا 2، هذا الجواب النهائي. فبهي الصورة يا جماعة احنا بنكون حلينا سؤال 18 تكامل محدود، وبالتالي بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع. إذا نحن هلا هون خلينا سؤال 12، خلينا سؤال 18، طلعنا في سؤال 42. نشوف مع بعض سؤال 42. أوكي، إذا سؤال 42 أيضا في فكرة، هاي 40 42، والسؤال بحكي لنا كالتالي: بنعمل تكامل لساين ثيتا دي ثيتا وكوساين تربيع ثيتا ناقص أو زائد كوساين ثيتا ناقص 2. هلا هون يعني الفكرة في هذا السؤال إنه نيجي نعمل لو أخذنا مثلا يو تساوي كوساين ثيتا، ساعتها دي يو تطلع البسط سالب ساين ثيتا دي ثيتا. فهذا السؤال كلياته بصفي ايش؟ سالب برا فوق دي يو، وهون يو تربيع زائد يو ناقص 2. هاي هي الفكرة في السؤال. هلا بطلع على المقام اذا بقدر احلل فيه شيء. طبعا المقام هون اكثر شيء بعمل في المقام انه هو عبارة عن فرق بين مربعين. فعملنا يو مثلا عددين حاصل ضربهم سالب 2 ومجموعهم 1، شو رايكم؟ عددين حاصل ضربهم سالب 2 مجموعهم 1 اللي هم زائد 2 وناقص 1. 2 وسالب 1. بالضبط. اذا هلا صفى عندك تكامل ايش على البارشل فراكشن. بيجي بحكي هي عباره عن هي السالب برا وهي تكامل، عندك هون يو زائد 2 خطي بحط ايه، زائد هون يو ناقص 1 خطي بحط بي، وهي دي يو. لاحظوا إذا أنا بس بدي أبسط لكسرين جزئيين بسيطات. هلا عشان أطلع إيه شو بيجي بعمل؟ بيجي بحكي شو اللي بسفر مقام إيه اللي هو سالب 2، سالب 2. بيجي بعمل كفر لهاي وبعوض سالب 2، بصير عندك هون هي سالب 2 ناقص 1 وبطلع الجواب سالب 1 على 3. تعويض مباشر. وأيضا سوري بيطلع عندنا بس في هون سالب، فبصير عندك سالب سالب بصير موجب. نفس الحاجة بالنسبة ل بي، شو اللي بسفر مقام بي؟ اللي بسفر مقام بي هو واحد الواحد، بيجي بعمل كبر لهاي وبحط 1 محل اليو، ولأنه في سالب برا هي سالب، فبطلع الجواب سالب نص. كويس؟ أو سالب ثلث، سوري سالب ثلث. إذا هلا برجع بحطهم محلهم، فأنا بصير عندي تكامل بهي الصورة، هي سالب محل A بدنا نحط ثلث، ومحل بي بدنا نحط سالب ثلث، وكل شيء مضروب في دي وبرا في سالب. وبالتالي هاي حسب القاعدة تبعتنا طلع معنا ايش؟ سالب ثلث برا لان القيمة المطلقة ليو زائد 2 ناقص ثلث، ناقص الناقص بصير موجب ثلث، فلين القيمة المطلقة ليو ناقص 1، لان التكامل غير محدود بنحط سي. طبعا هنا يو لازم ترجع محلها اللي هي عبارة عن ايش؟ اللي هي عبارة عن كوساين ثيتا، فبنرجع محل يو قيمتها اللي هي سالب ثلث لين هاي كوساين ثيتا زائد 2 زائد ثلث، وهي لين وهي كوساين ثيتا ناقص 1 وهي زائد سي. فهاي الصورة طبعا نحن بنكون حلينا السؤال. اذا طبعا نبسط اكثر اذا بدنا نرجع اللين للقسم يعني، بس لحد هون اتس اوكي. سو بهاي الصورة يا جماعة طبعا نحن بنكون عاملين كمان ديسكشن على سيكشن اللي هو 8.4. بتأمل الصورة تكون واضحة للجميع.